الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب. يجتمع السوريين اليوم في هذه الساحة، ساحة ماريا تيريزا القريبة من البرلمان النمساوي، في هذا اليوم، اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب. نحن موقفين اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، اجتمعنا كلياتنا اليوم، وبالإضافة لوقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء القارب اللي ماتوا من تقريبا شيء أسبوع. أنا اليوم موجودة هون لنشارك بمناشدة العالم بخصوص المعتقلين بسوريا اللي لهم أكثر من 12 سنة بالمعتقل، وما حدا ممكن يتصور ويتخيل شو عم بيعانوا المعتقلين داخل المعتقل السوري. وللأسف للأسف يوجد بالمعتقل مو بس رجال، في نسوان وفي أطفال، في نساء عم تتعذب تعذيب لا يعني ما ممكن يتحمله العقل. نحن بكل يوم نحن عايشين هون، ممكن الناس تفكر نحن مرتاحين، بس نحن بكل ثانية وبكل لحظة بنكون نحاول نكون فيها سعداء بيخطروا على بالنا المعتقلين، لأنه العيش اللي عايشينه المعتقلين ما في حدا بهالدنيا بيتحملها. فنحن عم نحاول قدر المستطاع نلاقي حدا يلاقينا حل هالموضوع ليطلعوا المعتقلين من المعتقل. المعتقلين لازم ينفرج عنهم، لازم. سبب مشاركتي ندد بجرائم النظام المجرم نظام الأسد، وبنطالب بحرية المعتقلين النساء والأطفال والشيوخ والشيب. اليوم نحن إذا منجيب أم عادة في بالمخيم من خيرها ترجعي على بيتك واللي يطلع منك من المعتقل، أكيد بيكون خروج ابنها من المعتقل. فأول حل ببلش بسوريا هو خروج المعتقلين مع هذا النظام. معتقلين الرأي، صور قيصر شاهدة، حفرة تضامن شاهدة، نحن كل أتم متواجدين هون، نحن مشروع حفرة تضامن عند النظام. كنا هذا اليوم كل سنة بنحييه وبنتذكر شهدائنا، شهداء التعذيب اللي دفنهم الأسد ضمن مقابر جماعية. طبعا نحن نطالب بالكشف عن هذه المقابر الجماعية وإنقاذ البقية الباقي من المعتقلين قبل ما يلاقوا نفس المصير. هذا اليوم نحن بنحييه، واليوم أحييناه بمشاركة شيشانية أوكرانية، لأنه الشيشان والأوكران والسوريين عندهم مصيبة واحدة هي روسيا ونظام الأسد عنا. طبعا نحن اليوم جايين لحتى الوقفة هذه لنحيي أنه نحن المعتقلين ما سيناهم، المعتقلين يتجاوز مئات الألوف واللي اندبح منهم صفى منهم مئات الألوف أيضا، نحن ما سيناهم. بكفي ظلم، بكفي تخاذل من بعض الناس عم بيخذلونا. سألتنا لأهلنا بإدلب أنه نحن معكم ومش متخلين عن قضيتنا نهائيا. طبعا كلياتنا شفنا الأحداث اللي صارت بروسيا امبارحة، محاولة انقلاب ما شاء الله، روسيا دولة عظمى على أساس، شفنا تصدي دولة العظمى عن طريق باقر عم بيحفروا بالشارع لحتى يمنعوا تقدم عصابات فاقر المرتزقة. طبعا هاي الدولة العظمى اللي مخدوع العالم كله مخدوع فيها، خلال ساعات انتهت، فهذا دليل كمان احتمال يكون هاي عبارة عن مسرحية بس مو أكثر. شكرا، يعطيك العافية. راح أنا ما يعني الموضوع كله ما اقتنعت فيه، وأنا يعني نحن كلاتنا بنعرف مين هو بوتين، وأنا ما اقتنعت بفكرة الانقلاب كله، وبحس إنه هو مخطط بينه وبين ناسه، وبصراحة ما عندي كتير تعليق على الموضوع لأنه ماني يعني ما حسيته حقيقة. شكرا يا ذكر. والله لحد الآن في يعني في غموض حول هذا الموضوع، ما فينا نجزم، لكن يبدو في شيء بالأفق راح يتضح شوي شوي، ويبدو إنه المسبحة شوي بلشت تفلت من إيدين بوتين. نتمنى إنه يصير في انقلاب ويعلقوا بعضهم على الأقل، منشوف الفرج عنا شوي، لكن حاليا ما بنقدر نجزم بشي صراحة لأنه ما في شي واضح. اللي صار بروسيا حرب أهلية، وأكبر دليل دخلت بيلاروسيا، رئيس بيلاروسيا وخلصوا له المحكمة الجنائية تبعته لهذا فانغر، وأخذوه على بيلاروسيا ومسامحة، والمجرم بوتين اعفى عن كل شيء مساجين ويحق لهم التطوع بالجيش. يعني السيناريو تبع بشار الأسد يوم طلع اللي بصيد نايا يقتلوا بالشعب السوري. والله أنا بتوقع هاي تمثيلية، هاي لأنه مو معقولة بهالسهولة هاي، يعني خلال 24 ساعة واحد يقول أنا متجه إلى موسكو وفجأة يقول لك لا انتهى كل شيء. الانقلاب اللي حصل امبارح صراحة نحن افرحنا، بعدين لما صارت الوساطة اللي من بيلاروسيا ما بعرف صحيح، وأتوقع أنا أتوقع أنها مش صحيحة.
الحل بسوريا هو سقوط بشار الأسد، ما في حل تاني. بشار الأسد موجود، الوجع موجود، التار موجود، في كتير ناس تعذبت على إيد بشار الأسد، ناس تغربت مثلنا، ناس تشردت، ناس انقتلت ولادها وإخواتها. ما رح نقدر يعني، ما مستحيل يصير في تصالح صلحة مع بشار الأسد، صعبة ومستحيلة. يعني في كتير ناس فقدت أطفالها وإخواتها ولادها وأمها وأبوها على إيده. الحل بسوريا أنه نكون واحد، إذا ما كنا واحد رح نموت واحد واحد. السوريا قولا واحدا حل سياسي. الحل العسكري فقدناه تقريبا من 3-4 سنين بعد ما صارت مناطق الثوار بيد الدول الداعمة، سواء بالحكومتين لا يذكروا حكومة مؤقتة أو حكومة الإنقاذ. قولا واحدا حل سياسي. الحل بيكون تطبيق قرار دول 2254 والتجديد على محاسبة بشار الأسد. طبعا في خطوات الله يطلعها حاليا، نحن أكيد من ندعمها ومن أيدها. المحكمة راح تشكلها أمريكا لمحاسبة النظام على إجرامه، زائد كمان من حي الدول الأوروبية ودولة هولندا على موضوع الدعوة اللي قدمتها المحكمة محكمة الجنايات الدولية ضد النظام. حاليا ما في حلول للأسف بالنسبة لسوريا. سوريا حاليا يعني عاملين تزمين للأزمة، يعني ما في مجال. إذا بخصوص الأسد، فالأسد من زمان جثة هامدة عم يشتغلوا فيها، مستحيل نقول إنه هو حاكم البلد. النظام ولا بروح غير عسكريا، أما حل سياسي النظام كاذب كاذب كاذب. لا يكون في حل إلا بسقوط الطاغية وغياب كل الزمرط حاكمي كلها، ما يبقى أي أحد من الناس اللي اشتركوا بالجرائم واشتركوا بالدمار واللي كانوا شركاء المجرم، ما يمكن نقبل يكون أي واحد منهم. ما في حلول وسط، بالذات سوريا ما فيها حلول وسط. إذا الحل الوحيد هو إسقاط النظام المجرم، الحل الوحيد يروح بشار الأسد، هاي الشباب كلها بترجع بلدها. الحل بسوريا حل بشار الأسد، هذا الحل الوحيد. الحل إسقاط النظام وخريج الميليشيات من سوريا، هذا الحل. حجي مارع رمز الثورة، ومن توفى مع الأسف توفت الثورة، هو والساروت كانوا رمز الثورة، مع الأسف صارت تنباع سواء بقادة أو بعناصر أو إلى آخره. حتى نحن هون وقفتنا الاحتجاجية، الدول الأوروبية سامحت لنا نحكي، لكن هم باستطاعتهم يسقطوا الأسد وقادرين يخرجوا المعتقلين، لكن ما بدهم. مع الأسف يوصل الكلام لما يوصل. وكلمة أخيرة، الشعب السوري ولاد ما بيموت، وين ما بيروح بينجز، ونحن احتلينا العالم بدل ما تحتلون. بكفي تخاذل وبكفي مراعاة أنه شايفين القتل وبعدهم بيستنوا إثبات، مثل قانون قيصر ولا صور حفار القبور ولا صور اللي أخذوهن من هذا قيصر. أنتوا بدكوا واحد يثبت لكم أنه بشار قاعد بكتل فينا، ما التقارير كلها أنتوا بكتل فينا بختم منكم توقيع منكم. أنا حملت علم الاتحاد الأوروبي لأنه الوطن العربي ما حمانا ولا لجانا. لجأنا بلبنان بخيام، لجأنا بالأردن بخيام، لجأنا بتركيا بخيام، لجأنا بكل الوطن العربي بخيام. الخليج نفتنا، خليج خليج السعودية، الكويت، ما خلت المرور الكرام المر فيها، نبرك فيها ممنوع نبرك فيها. احنا غرباء بالوطن العربي، فاحنا جينا على الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي هو اللي أوانا، فهو وطننا الثاني.